بكل رحلة صعبة منحاول دائماً إنه نتعلم وناخذ بنصائح وإرشادات الأشخاص يلي سبقونا، طبعاً لحتى نتفادى الأخطاء وبالتالي نحصل على نتيجة أفضل. لهالسبب بالتحديد الأبطال ما رح يكونوا لوحدهم بهالمشوار أبداً، لأنه رح يرافقهم عدد من المدربين والموجهين. القراءة هي أسلوب الحياة الأمثل لتطوير ذاتي وتوسيع مداركي. القراءة بالنسبة لي هي أن نعيش مئات التجارب ونشاهدها دون أن نتحرك من مكاننا. لذلك أحرص على القراءة ليس فقط في مجال عملي ولكن في جميع مجالات الحياة. لماذا نقرأ؟ وكيف نقرأ؟ وما هي الكتب المناسبة لكم؟ من خلال هذا البرنامج أطمح لنقل تجربتي لأبطال التحدي. خبرتي وشغفي سيكونان في خدمة أبطال القراءة كي أكون ميسرة لنجاحاتهم في هذا التحدي. هناك من يمر بمعاناة تمنعهم من التقدم، دوري مساعدتهم يواجهوا هذه المشاعر السلبية عشان يوصلوا لأهدافهم. أنا ليلى طارق المعينة، مدربة وخبيرة تنمية الذات. أنا هنادة طه، أستاذة كرسي اللغة العربية في جامعة زايد. أنا صفية الشحي، إعلامية وكاتبة إماراتية.